وصلت إلى مطار الرباط في المغرب أول طائرة إسرائيلية قادمة من مطار بن غوريون بتل أبيب تحمل على متنها وفداً إسرائيلياً أمريكياً مشتركاً. ويضم الوفد الذي وصل إلى المغرب مستشار الرئيس الأمريكي ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. واستغرقت الرحلة المباشرة والأولى من نوعها بين البلدين 6 ساعات من التحليق كي تصل إلى الرباط، وذلك بمناسبة إعطاء الانطلاقة لاستئناف العلاقات. استدعت وزارة الخارجية الروسية عددا من الدبلوماسيين من الدول الأوروبية بسبب الموقف الأوروبي من قضية المدون أليكس نافالني والعقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. وتم استدعاء سفيري فرنسا والسويد ونائب السفير الألماني. وجاءت الخطوة بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو تتعلق بقضية نافالني. قتل شاب فلسطيني بعد إطلاق الجنود الإسرائيليين النار عليه خارج باب حطة بالمسجد الأقصى بدعوى إطلاقه النار باستخدام بندقية آلية نحو جندي إسرائيلي. وأصدرت شرطة إسرائيل للإعلام العربي بيانا قالت فيه أن الشرطة تلقت بلاغا حول وصول مشتبه به إلى باب حطة في البلدة القديمة في مدينة القدس حاول أن يطلق النار.